تقول لي فين راه ولدي فين راه ولدي راه التقنيه واش كاين شي قانون هذا قانون ما كاينش شي قانون جين كلشي تزور كلشي تزور واحد الضابط واحد النائب الوكيل هو اللي حلف ليا تزور لي كلشي تزور الخبره الاولى وتزور الخبره الثانيه ها دوز عنده 21 يوم وخاف التواصل الاجتماعي خاف من الراي العام داروا بلانو مع هذوك الناس ديال البوليس داروا بلانو وتلوحوا له ولدي في الخلاء اسمي خالد بن منير على حسب القضيه ديال ولدي جيت اخويا الناس يتعاطفوا معايا هنايا في مدينه الرباط يخصو يعرفوا الحقيقه ديالي دابا عام وتسع شهور كنت على ولدي ما خليت اي مؤسسه الشكايه ديالي ما خليت اي الاداره ما اي المحكمه ما اي مسؤول ديال الدوله دابا جيت على المسؤوليه ديال هنا الرباط الرئيسه النيابه العامه ان شاء الله تعطيني الحق ديالي وتعطيني فتح التحقيق من الرئيسه النيابه العامه على حسب القضيه ديال ولدي وكانت جلاله الملك محمد السادس نصره الله هو يفتح التحقيق جلالة الملك وعلى سبب القضية جيت من نادور على سبب أنا عندي الدكتور اختصاصي نهار استقلية ولدي من شهر حسني قبل 7/9/2021 استقلية ولدي من كرشها ديال ما وكان عندي تومية وعندي الدكتور دوز على ثاني شهر طبية دوز على مرتي ثلاث مرات 17/3/2021 29/6/2021 25/8/2021 ثلاث مرات كيدوز على مرتي الدكتور اختصاصي ديال النساء 29 سنة عنده في القاعدة دي. عنده 29 سنة عنده عطى الشهادة الطبية ديالو بالله كان عندي تومية من تما نهار وجهنا أنا ومرتي على سمو الحسني مرتي كانت ديجا دوز تما هذاك أربع أيام هذاك أربع أيام تما اللي دوز تما شهر 8/2021 تما شهر 8/2021 تما اللي دار الخطة هذيك العصابة هذيك الممرضات هذيك الدكاترات تما اللي دار الخطة مرتي باش تستقلي ولدي من تما دوزت غير ايام صبحنا ايام تروحنا الدار فوقاش رجعنا وجهنا المشرف الحسني القسم الولاده نهار 9/9/2021 هزنا مع السكان الكسوه ديالنا والكسوه ديال مرتي والسكان ديال السكن ديال ولادي فيه تويميه الكسوه فيه تويميه وفيه مرطه ديال الولاديه من وجهنا 7/9/2021 فوقاش وصلنا تما داروا معايا دخلنا انا دخل مع مرتي نوجه مرتي ندخل مع مرتي غنايا داروا معايا هذاك الدكتور هذاك الممرضات اللي خدمت مع هاد الناس هاد العصابه داروا معايا دخلوا معايا مرتي انايا من الاخر ملي وجدت القانون ديالي من الاداره باش وجدت مرتي غادي العماره القصريه من تما داروا معايا داك الشيء ملي دخلوا مرتي باش ندخل انايا عندي الصك ديال ولادي التويتيميه فيه الصك باش يدعوا العماره القصريه هذاك الصك باش نوجدها قسم الولاده عطات هذيك الممرضه هذيك الممرضه ودخل هذاك الصك شي مع الساعه مساء ثلاثه مساء دخل هذيك الممرضه وشي الساعه كي خرج باش عقد هذاك بنتي ولدي تسرق السقريه والكسوه والمرطه ديالو كلشي سرق باش عرفت خرجت لكم الرضا هز هذاك الساك عقدت من تيبي لهذاك الساك قال لي تبعني هذاك الشيء اللي سمعت منه قال لي تبعني انا كنسبق كنستنى هذاك الباب ديال الخيط مولاتي كنستنى بنتي كنستنى ولدي كنستنى ولدي من تما القلب ديالي كيضرب حسيت بشي حاجه كنسيت ملي طلعت دوز زياد عند هذاك الرضا قال له فين راه ولدي الاخر قال لي هذا الشيء عطى الله هذا الشيء عطى الله هذاك الرضا مشيت عند انايا تما خرجت كنقلب على مرتي لقيت مرضي ملوحه واحد تما واحد الشامبر ملوحه كتغوت على ولده كتقول لي ولدي هي كلشي من فخه بزاف فيه الحريق وفيه كلشي كيتغوى فيه البنج كيتغوت ملي انا كنمشي عند هذيك الممرضه كنقول له فين راه ولدي ما بغاش يعطيني الوقت انا خرجت من تما خرجت كنقلب على فين راه مشيت عند المديره نقول له تعطيني كاميرا هذاك الشيء ديال الشيء الكاميرا المديره ديال المشرحه الحسنيه يقول لنا دور ما بغاش تعطيني كاميرا مشيت عند المندوبيه مشيت عند الصحه مشيت عند الجمعيه ما بغاش كلهم كيتعاونوا عليا كلهم كيتعاونوا عليا من تما جات عند مرتي كتقول لي فين راه ولدي فين راه قال لي ولدي راه تسرقني سرق لك الكسوه ديالو كلشي تسرق منه من تما دوزنا ثلاث ايام خرجنا فوقاش رفعت منهم الشكايه من الحسنية 19/9/2021 19/9/2021 رفعنا الشكايات منهم بالله هاد سقني ولدي ممرضات والدكتور اللي حاضرين مع شحال اللي حاضرين مع مرتي ثلاثة ممرضات والدكتور اللي حاضرين مع مرتي في قسم الولادة من تما فوقاش بان ولدي اللي تخلق مع بنتي التومية فبان 28/9/2021 في مدينة الحسيمة إقليم الحسيمة مدينة إمزور تلوح في القلا تلوح ولدي هذاك الناس اللي شراها ولدي هذاك المرة شراها دوز عنده 21 يوم وخاف التواصل الاجتماعي خاف من الراي العام داروا بلانو مع هذاك الناس ديال البوليس داروا بلانو وتلوحوا ولدي في القلا جاو شي الناس لقوا تما وعيطوا لي في التليفون على فيسبوك على كل شيء واحد المرة تما من عائلة مرتي صيفطنا واحد الاوديو بالريفية
عاد مسامات مسامع عند الناظور، جات هذاك الاوديو عند مارتين وقال لي واحد الاوديو كيدو على ولدنا. ملي سمعنا هذاك الاوديو بالريفيه ملي قال كتقول له هذه المراه ديك المراه ملي واحد الود تلاح تلاح هنايا في الخلا على قول قرا هنا الناس الناس هنا والبوليس تلاح قال لكم ملي هذه ولدكم اجي عندهم من تما من تما الساعه تاع عند المسؤولين عند الخلب على ولدي لقيت على ولدي فوقاش 9 لا 1 في 10 في 21 كيمشي عند المسؤولين قال لهم اللي هذه ولدي كندعي بلدي عندي الشهاده الطبيه عندي التصاور عندي كل شيء عندي الاحساس ديالي كل اللي كنقول هذه ولدي. هذوك الناس داروا معايا هذوك المسؤولين ديال الدوله والوكيل دار معايا كل شيء من الاخر كلهم داروا هذا الشيء 2021 2023 كل شيء تزور كل شيء تزور. شكون اللي كلف لي هذا التزوير هذا التزوير ديال القريم حسيمه على حساب ولدي النائب الوكيل والضابط. انا درت منهم زوج شكايات زوج شكايات انا عندي هادشي كل شيء عندي من الادله واحد الضابط واحد النائب الوكيل هو اللي حلف ليا تزور لي كل شيء تزور الخبره الاولى وتزور الخبره الثانيه هو اللي تزبرني كل شيء هذا النائب. وانا درت منه الشكايه عند الرئيس النيابه العامه وعند دخلت باس من الشكايه هذا النائب هو اللي حلف ليا هو يداني بولدي بالصحه وقسم بالله هذيك الخبره دالو ليا ماشي ولدي دار واحد ولدي مع هذا واحد اخر والله ماشي ولدي ولدي انا دابا عرفت فيه كاين عند من كلشي كنعرفوه. هاد السيد عنده ولدي دابا ولدي تلقوه نهار 28 وعطوا له هاد السيد اللي كيتمنى دابا عطوا له نهار 30 واش كاين شي قانون هاد القانون ما كاينش قانون عطوا له نهار 30 على يومين عطوا له هاد القانون. هاد السيد مين كيحطوا الطلب ديالو عند الوكيل ولا عند المستشفى باش يبغى شي ولد هذاك الطلب كيدوز 3 شهور 4 شهور عام عامين 3 سنين واش هي الطلب كيدوز على يومين. هاد السيد اللي عنده ولدي دابا هو شارك في هاد الجريمه شارك في هاد الجريمه كطالب هاد القضيه ديالي كطالب مسؤولين ديال الرئاسه النيابه العامه وكنطالب جلاله الملك محمد السادس نصره الله هو يوقفني التحقيق ديال الجديه في الناظور وفي الحسيمه وكنطالب الدكتور عندي هنايا في الناظور الدكتور اختصاصي هو يدير مع التحقيق والبحث. هذا الدكتور اختصاصي كيعطيني ثلاث مرات تويميه وعطاني شهاده طبيه بلا ديالو بلا كان عندي تويميه وانا عندي الملف ديالو المحضر ديالو انا عندي المحضر بلا شهد هو عند بوليس شهد بلا كان عندي تويميه نهار 27/3 نهار 29/6 نهار 25/8/2021 هو شهد معايا وعطاني كل شيء. هاد الناس ديال الناظور معاهم الاطباء ديال وجده ومعاهم الناس ديال الحسنيه ومعاهم النفوذ ومعاهم معاهم انا معايا الله تعالى انا كنشكي الشكايه ديالي كنوجهها جلاله الملك محمد السادس نصره الله.